مثل ما كان متوقعا، أعلن المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية ميت رومني رسميا اختيار بول ريان عضو الكونغرس عن ولاية ويسكونسن نائبا له في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية التي ستجرى في شهر نوفمبر تشرين الثاني المقبل. الأعلان جاء خلال حفل نظمته حملة رومني الانتخابية في مدينة نورفوليك بولاية فيرجينيا. رحبوا معي بالرئيس المقبل للولايات المتحدة الأمريكية بول ريان. زلت لسانا أثار الضحك الحاضرين ليستدرك رومني بعدها: بفضل حيويته أصبح أبو ريان زعيما فكريا للحزب الجمهوري. إنه يدرك التحديات المالية التي تواجه البلاد، مثل تفاقم العجز المالي والديون والكوارث المالية التي تنتظرنا إذا لم نغير المسار. ويبدو أن ريان لم يتأخر في تحديد أهدافه في حال فوز رومني على الرئيس الأمريكي الحالي باراك أوباما. كل جيل من الأمريكيين يترك الثروة لأطفاله، إنه الإرث الأمريكي، لكن للأسف لأول مرة في تاريخنا سيتم التراجع عن هذا الإرث. ريان عرف بمعارضته لمقترحات الرئيس باراك أوباما والديمقراطيين بشأن الميزانية، ويرى أن الانتخابات المقبلة تأتي في فترة حاسمة ومن الضروري اختيار الرجل المناسب وهو ميت رومني.